المرأة من نطفة الأولى وهي من أشد الفتنة للناس، فتنة تقع لجميع المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الآية أما بعد، حضرة المحترم مدير المعهد مفتاح العلوم بالطب مكاسان، أيها الأساتذة والأساتذات، أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. قبل ابتداء خطبة هذه، هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أنعمنا نعما لا تحصى ورزقنا رزقا واسعا حتى نتمكن أن نحضر في هذا المكان المبارك إن شاء الله. آمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات الى النور. ولا انسى ان القي كلمة الشكر لرئيس الجلس الذي قد اعطاني فرصة نفيسة ان اكتب امامكم جميعا باللغة العربية تحت الموضوع فتنة الدنيا تنقسم على ثلاثة انواع. ايها العاديون والحاضرات الله. عرفنا بأن الله تعالى ما خلق الإنسان والجن إلا ليعبدون. في هذا الزمان كيف الناس مشغولون بأمور الدنيا ويغفلون بأمور الآخرة؟ في هذه المناسبة أبين أنواع فتنة الدنيا. وفتنة الدنيا تنقسم على ثلاثة أنواع، الأول المرأة والثاني المال والثالث المقام. الأول المرأة هي من فتنة الدنيا الأولى، وقد ذكر في القرآن أن المرأة هي في فتنة الدنيا. وفي سورة آل عمران كانت المرأة من نطفة الأولى وهي من أشد الفتنة للناس، فتنة تقع لجميع المراحل من الرؤوساء والأشخاش والشباب والشيوخ والطريق يحقق بتحقيق الوصف. أيها الهادرون والهادرات رحيمكم الله. والثاني فتنة الدنيا هي المال. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ليأخذ الجزية، ثم جاء أبو عبيدة من البحرين بأموال كثيرة، وكانت الأنصار يسمعون هذا الخبر، ثم اجتمعوا الأنصار لصلاة الصبح مع النبي، وبعد انتهاء الصلاة يأخذون لحضرة النبي، وكان النبي يتبسم، ثم يقول أدلكم قد سمعتم أن عبيدة قد جاء من البحرين بأموال كثيرة، فيجيبهم نعم يا رسول الله، يقول فأبشروا وأعملوا ما يسركم، والله ليس الفقير أشد الخوف فيكم. ولكن أخاف أن يفتح الدنيا كما فتح للناس من قبلكم وتستبقون كما يستبقون من قبلكم فيهلك لكم كما يهلك لهم. يا أيها الهادرون الكرام، في أخير هذا الزمن هيا بنا نرجو رحمة الله ورداه بالتبرك بالأعمال الصالحة الكثيرة، فعسى الله أن يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. والله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية. أيها العادلون والحاضرات رحمكم الله. والفتنة الثانية هي المقام، أي رئيسة الملك. وكانت هذه تطور بطور شديد من هبسة الافتراق بين علي رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها، والافتراق بين علي ومعاوية، وهذه الفتنة تقع لجميع الناس أي من العلماء والشيوخ وكثير من الناس. فتنة تقع لهم لأن حبها سكان البلاد، وكان الأمر شيئا كبير للحساب عند الله. آخرا وأقول لكم شكرا كثيرا على